أشهد أن لا إله إلا الله، ومما يحيي القلب مجالسة الصالحين الذين يذكرون الله عز وجل ويذكرون بالله بالنظر إلى وجوههم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الكرام أن يقدم لكم هذه المادة. وتمسكوا بكتابهم وبآيه عملوا به دوما فنعم. من الناس من إذا نظرت إلى وجهه انشرح صدرك وذهبت عنك كثير من الأوهام والهموم والغموم والمخاوف. ابن القيم رحمه الله يقول: كان إذا أحدق بنا الخصوم وأرجفوا بنا وألبوا علينا واعترتنا المخاوف من كل جانب، أتينا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فوالله ما إن نرى وجهه حتى يذهب ذلك عنا جميعا، لما يرون في وجهه من الإنارة وما يرون فيه من المعاني الدالة على انشراح الصدر وثبات القلب، ومن المعاني الدالة على الخوف من الله عز وجل والتقى والرجاء وما إلى ذلك من الأمور التي تنعكس في وجه العبد. فإن الوجه أيها الإخوان مرآة لهذا القلب، ولهذا قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحة وجهه وفلتات لسانه. ودخل رجل على عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: أيعصي أحدكم ربه ثم يدخل عليه؟ فقال الرجل: وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف علمت؟ فأخبره أنها فراسة المؤمن. فالوجه تنعكس فيه أحوال القلب، فيكون الوجه مظلما لما في القلب من الظلمة، ويكون الوجه مشرقا لما في القلب من الإشراق. من الناس من إذا رأيته أحببته قبل أن يتكلم، ومن الناس من إذا رأيته أبغضته قبل أن يتكلم. وما ذلك أيها الإخوان إلا لأن هذه الأوجه هي صفحات ينقش فيها ما تكنه القلوب. يقول جعفر بن سليمان رحمه الله: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع. محمد بن واسع من كبار العباد ومن كبار الصالحين، وله عبارات جميلة ذكرها جماعة كأبي نعيم في كتاب الحلية والذهبي في السير. كان يقول جعفر بن سليمان: إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع، كان وجهه كأنه ثكلى، يعني كأنه وجه ثكلى، يعني آثار الخوف من الله عز وجل بادية عليه، آثار الإشفاق، آثار الخشية ظاهرة على وجهه. فإذا نظروا إلى وجهه رقت قلوبهم قبل أن يتكلم، لا يحتاجون إلى كثير من كلامه، كانوا ينظرون إلى وجهه، كانوا إذا نظروا إلى وجهه كأنه وجه ثكنى. ومن الناس من إذا نظرت إلى وجهه أظلم قلبك، فيتصدد الإنسان أحيانا عن رؤية بعض الوجوه من أجل ما فيها من الظلمة. فإن النظر إلى هذه الأشياء يؤثر على القلب. وبقربهم تحيا وتشعر بالصفا، طوبى لمن عاش الحياة بقربهم، صحب كرام لا يملون العطاء. صحب بهم يحلو ويزدان اللقاء، وبقربهم تحيا وتشعر بالصفا، طوبى
طوبى لمن عاش الحياة بقربهم، صحب كرام لا يملون العطاء، صحب كرام لا يملون العطاء. يا باحثا عن خير صحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء.